يوه خلاص ماني بقادره اتنفس. كتمه كتمه. ايش فيك؟ استحي على وجهك تغطي. يما خليها تاخذ راحتها. وش اللي تاخذ راحتها؟ مسكينه مكتمه. اتحداك يا لبس البطل. تعالي يا بنت، ملابس رجاليه وين رايحه؟ عامر الله يخليك، انتبه على اختك، تعبت تراني، بروح اتقهوى. لا تشيلين هم يما. يلا. يلا. خلاص. لو سمحت تفضل، ما عندكم مراية؟ الا هذه المراية تفضل. شكرا. لا واو واو، مرة تهبل مرة تهبل، بس مرة محتار اخذ ذي ولا الاورانج. طيب انت تبيها لخطيبتك ولا بيني وبينك يعني لصديقتك؟ لا ابيها لي انا. لك انت؟ ايه عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، خذها. يلا مشينا. يلا. ليش الحلو زعلان؟ وش دخل اهلك انت؟ دخلني باب المجمع علشان اشوفك يا قلبي. لا وينكد بعد. اقسم بالله اقسم بالله ان ما رحت من هنا لخليهم يطلعونك بالاسعاف، تفهم ولا ما تفهم؟ بديت القوي انا. يا ليل ام الورعنة. وش عنده هذا؟ تخيل هالزلابه يتحرش فيني. هو وسخ قليل ادب. يلا رح انقلع. يلا رح عند امك لعد تعودها. ايش رايك فيني؟ لا ما شاء الله قوي. الحين هذا اللي طلع معك؟ اقول الزبده بس، اذا جت ماما لا تعلمينها بالسالفه، اخاف يمنعونا من طلعه السوق. عيال هذه البنت اللي قلت لكم عنها. لا ترد عليها، كل ما ثقلت كل ما تعلقت بك اكثر وتجي على وجهها. شكوش ايش في شعرك كذا؟ وع حاط فيه انت؟ فازلين. شو؟ فازلين. طب اسمع، شوف ستايل شعرك ما ينفع له الا حاجه، تحلقه اثنين ومع الاطراف واحد وهنا السوالف نص. وش ذا فلافل ذا؟ اقول لك مالك ومال شعري، وكمل نصائحك للخروف ذا. خروف؟ خروف الله شعرك اللي في راسك. جتني فكره. لو سمحت. أنا في غيرك يعني. المهم هذه سيارة ياسر، هو بالاستراحة صح؟ ياوة الله يعطيك العافية، نهدي لي. ابشري من عيون السنتين. ياسر ياسر ياسر، في حرمة تبغاك برا. أم عاد ما قلت لي؟ الأول بس 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 حكم صني شق وجهك. يلا وزع. ما أبي ألعب بلوت صراحة ولا حتى أنا. ولا يا ليل الليل لمكم زلايب. عامر أنت وش سويت؟ والله ما سويت شيء. أقول لك وش سويت؟ ما سويت شيء. ما سويت شيء؟ أجل مين اللي فتح باب غرفتي؟ ومين اللي فتح الدرج؟ أكيد أنت. يما اقول لك اسكت. يما اس اس يما بدك تعرف ولا اقول لك اعترف. اخذت الفير حقك. ليش؟ عشان شكش شعره فلافل حبيت اضبطه. الحين كم مره اقول لك يعني لا تدخل غرفتي. ما في انا مها، ما في انا ابي منك شيء. ليه؟ والله ما عاد عيدها. والله التوبه التوبه مها. يما اقول اسكت يا فتان. يما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش فيكم؟ ولا شيء نلعب. ما يما طقتني كذاب. ها أبي السلام عليكم. ايش بالحاسة انت؟ ايش فيك؟ مها طاقة عامر عجيب والله.
عامر من يوم هالبنت صغيرة ويجلد فيها. صدقني ما متغيرة، صايرة تفشل. علميني شنو صار؟ أقول لك وش صاير. السلام عليكم. وعليكم السلام. المهم يا أم عامر، رحت السوق اشتريت قطعة القماش، هذيك القطعة الغالية، وديتها عن الهندي عشان يخيطها لزواج أخويا. قام الهندي أخذها وما تدرين هو قصرها ولا طولها، شكلها عجيب غريب. أبوك السالفة البايخة. هالبنت فشلتني، ليت من يضربها ويعقلها. عادي عادي يا خيتي، فترة مراهقة بتعدي. الله يعيني عليها. ايه كملي. وهذا اللي صار، غير ضربها لاخوها قبل شوي. يعني وش اللي صار فيهم؟ داخل فيهم جني. بسم الله على عيالي. حتى عامر ما ادري ايش فيه، ما يعرف يصب القهوه للرياجيل. كم حسابك؟ عامر اطلع يا رجال. قلت لك كم حسابك؟ 10 ريال. خذ 15. الله لا يبلانا. انقلع بس.